حي الجميع اللي اجوا من لبنان واللي اجوا من برا. انا خبرتي بالاغتراب بلشت بال94 علما انه قضيت 9 سنين قبلها بسويسرا. لكن كثير من المغتربين لما بلشت بال94 بجنوب افريقيا حسيت انه كثير منهم مش واعيين من وين، واذا عندهم قرايب بلبنان واذا بيقدروا يجوا على لبنان وغيروا الى اخره. من وقتها بلشت الخبرة بالاغتراب وأخذ كل المعلومات اللي بتوصل لإلي ودخلها ضمن برنامج حتى أي شخص بيفتش يلاقي شيء بهالبرنامج. هلا لقيت الضرورة لأنه كل أفراد العائلة مش مجتمعين، العائلة اللبنانية، لأنه قسم منهم بأمريكا الشمالية، قسم آخر بأمريكا الجنوبية، آخر بأوروبا، وقسم بقي بلبنان. ما عاد في تواصل بين الكل. رسالتي كانت يعني هدفي اجمع افراد العائله المشتته بكل انحاء العالم اللي هن من اصل لبنان. هلا كيف بوصل لهالنتيجه؟ وبحب انه نبلش بالاخر، اذا حدا بيعوز يتصل فيي على libanoamerica.com، وبتمشي libanoamerica بالانجليزي كمان .com، حتى يقدر يلاقي انا وين موجود. هلا ببين اني موجود بلبنان، ببين رقم التليفون اللي معي بلبنان، وبيشتغل 24 ساعة حسب توقيت العالم، لأنه هون هلا تكون ساعة غير شيء، فرق 6-7 ساعات بينه وبين البلدان الأخرى. بأكد لكم أنه 24 بيشتغل، يعني أي ساعات اللي بيتصلوا فيي اللي جديد اللي بيعرفوا صاروا بيعرفوا بلبنان في فرق 7 ساعات مع أمريكا الجنوبية أو غير. هلا شو تكون عندي من هالمعلومات اللي عم بجمعها؟ تكون أولاً فينا نستخرج شجرة للعائلة، لكن مش مثل الشجرات الكلاسيكية اللي بتنزل بس الرجال وولادهم. أنا عندي بتنزل الرجل والمرأة والولاد، ومش بس هيك، مش بس هيك، يا ريت قدرنا نفوت الكمبيوتر على الشاشة، نقدر نعمل نافيجيشن ضمن العائلة وكل العيلة اللي تزوجت مع هالعائلة، ونفوت على كل عائلة ونروح على أصلها وهيديك العائلة مع مين تزوجت وإلى آخره. يعني ما بعرف، وقت وصلت على الوزارة، وزارة الخارجية، في ست سألتني، ما بعرف إذا موجودة هون هلا، قالت لي من وين جاي؟ قلت لها أنا من أمريكا الجنوبية. قالت لي لنا سنين منفتش عنا قرايب هونيك بالتوكومان. قلت لها من أي عائلة؟ قالت لي من بيت عون. قلت لها إيه لازم يكون فيه من بيت عون هونيك، مهليني شوي 5 دقايق. جبت الكمبيوتر بيت معها ربع ساعة، اكتشفت لها حوالي فوق 120 شخص من قرايبها، وأنا قادر أتصل فيهم. وعشية بالليل قلت لها اتصلي فيي بالليل، اتصلت فيي بالليل، واتصلنا بأربع أشخاص من عائلتها هونيك، لقينا 2 منهم، وهلا صاروا على تواصل، رح نتلاقى ثلاثتنا ونحكي مع بعضنا حتى يلاقوا بعضهم. هاي الطريقة كونت عندي كمية من المعلومات. أولاً في عندي دليل التليفون اللي كان سابقاً بلبنان لكل أرقام التليفونات، كمان عندي أرقام التليفونات للبلدان اللي مرقت فيها أكتريتها، عندي كمان هذا حصلت عليه ببعض البلدان برا، السكان، يعني كل السكان تبع البلد يكونوا بين إيدي بالكمبيوتر، وأعرف فلان وين موجود، مين مرته، مين إلى آخره، أسيني خلقين إلى آخره. هيدا ساعدني كثير حتى اللي بلبنان مضيعين قرايبهم برا يقدروا يلاقوهم. هلا شو نتج عن هالشي؟ أولا في الويب ومن خلاله عم بيجي كثير اتصالات، علما إنه هالخدمة مفتوحة 24 ساعة، مفتوحة لكل واحد لبناني أو متحدر من أصل لبناني من كل الطوائف، من كل المناطق، من كل المحافظات والضيع. عندي لائحة بكل الضيع، عندي لائحة بكل العيال وين موجودة بلبنان، تكونت مع الوقت يعني. وعندي كمان إمكانية إني فتش إذا بعرف واحد مثلاً ودالي بالإيميل صورة عن أهله، بقول له شف لي التاني إيميل شو مكتوب. إذا لقيت شي عنوان، من خلال العنوان بقدر بعرف مين ساكن بهالمكان، إذا بطل ساكن، وين صاروا اللي كانوا ساكنين إلى آخره، بتبع القصة تباعاً. هلأ بسنة الـ 94-95 انتقلت من جنوب أفريقيا إلى الأرجنتين. بالأرجنتين بلشت حركة، كانت الأرجنتين جامدة عن لبنان، ما نلاقي جروبات جاية من الأرجنتين. وقتها بلشنا
بجروب، تاني سنة ثلاثة جروبات، ثالث سنة أربعة جروبات، كل جروب 100-150 واحد. يعني فينا نقول أنه آلاف الناس رجعوا لأول مرة على لبنان من خلال هالتقصي اللي عم بعمله للعيال. ثم بقدر أقول أنه هني صفوا سفرة وهني خبروا، ما عاد تعطيت الجروبات تجي على لبنان، في يقول أنه هالعدد الكبير اللي قدرت أنا أتلاقى فيه واللي جبته لأول مرة على لبنان، في أفضلية كان للي خلق بلبنان وراح عمره تحت الخمس سنين وصار عمره 60-70-80، هودي كان كل التسهيلات أعملوا إياها، حتى أدفع له التيكت إذا اضطر الأمر ومش قادر، لأنه في قسم كبير ما كان عندهم المصاري اللازمة تيرجعوا ويجيبوا التيكت، هودي كان عندهم أفضلية كتير كبيرة عندي، ولاقي طريقة من الطرق حتى ما ندفعهم السكن هون والنقليات وكل ما يلزم. للحقيقة كل الفئات بخدمها ما عدا بعض الفئات، في بعض فئات ما بخدمها للأسف، يعني مش قادر أخدمها. أول فئة هي اللي عم تفتش تبيع أراضي وتشتري أراضي، هاي ما بتعاطى معها، بس حس إنه الشخص عم بيسأل هالشغلة بقول له آسف. كمان هاللي عم يتعاطى الورثي، كمان بقول له أنا الورثي ما بفهم فيها، بخربط لك حساباتك كلها، شوف مع السفارة مع القنصليات، بده يتصل بحدا بعطي رقم تليفون وبس، ما بخدمه أكثر. ثم الأشخاص اللي بحسهم عن يعملوا ضرب سياسي، أوكي، من خلال المعلومات اللي عندي بقول لهم ستوب، أنا ما بسلم المعلومات لأهداف غير الأهداف اللي أنا، هي تكوين العائلة من جديد. وآخر شغلي المعلومات اللي عندي ما بسلمها، في كتار بيقولوا لي اعطيني هالبنك المعلومات اللي عندك، بقول لهم لا، هذا بنك أولاً أنا عملته من الناحية الشخصية، هي بنك شخصي يعني كأنه أجندة لألي، لكن بعطي المعلومات فقط لأولاد العائلة اللي هني عم بيطلبوها، ما بعطيها لمين مكان. لذلك البرايفسي مهم كتير. في يمكن غيري ما بعرف مين بلش بهالمشروع، بس ما أدري كفي لأنه المعلومات تنتشر، أنا لا بنشر بالكتابة ولا بالصحف ولا بالإنترنت معلومات عن العائلة بالذات، يمكن بالصفحة تلاقوا أي عيل مرأت عندي، يعني مثلاً ظاهر إلى آخره، يعني حسب العائلة اسم العائلة بس ما بنزل الديتاي تبع العيال. وبس بقلكن أنه الدول اللي أكثر شيء في عندي معلومات عنها جنوب أفريقيا، الأرجنتين، باراغواي، الدومينيكان، بيجي بالدرجة الثانية من بعدهم كولومبيا، الإكوادور، تشيلي، أوروغواي، في عندي كثير معلومات عن الأوروغواي، معلومات يعني مثل ما قلت لكم، مش معلومات انه هذا اسمه وتليفونه، لا، اسمه وعائلته وجده وسته وخيه وبنته وابن ابنه وحفيده الى اخره، كل اللي بيقدر يفتش عنهم وبقدر لاقيهم، ما بنلاقيهم بتصل دغري، ما بنيم عندي فايلات ابدا، ما بترك وثائق عندي، كله ديجيتال وكله اونلاين. شكرا يعني ابونا. بيتصل فيي ما بقول له بعث لي ايميل، بقول له لا، اتصل فيي بسكايب، اتصل فيي بالفايبر، بلاش ما بيقدر يتصل، أنا بتصل فيه بالتليفون على حسابي، وشكراً.